هل تتوقع بأن الأندية وقفت مع الوزارة لأن من خلال التجارب الماضية السداسي اللي فات والسداسي اللي قبله شاهدوا مشاكل في التنظيم؟ المرة هذه قالوا لا، احنا بنمشوا في رأي الوزارة والاتحاد الليبي لكرة القدم، جربناه والعام اللي فات والعام اللي قبله كانت فيه مشاكل. قبل كل شيء عبد الرزاق، للأمانة ضروري نشكر رئاسة الحكومة وضروري نشكر وزارة الرياضة السيد عبد الشفيع ونشكر رئاسة الحكومة المهندس عبد الحميد الدبيبة، لأنهم الحقيقة الثالث سنة على التوالي وهم يدعموا في الدوري الليبي ويدعموا في الفرق ويدعموا ويساعدوا في اتحاد الكرة من أجل إنجاح المسابقة. وللأمانة لأن ديما نتكلم عبد الرزاق ونعاود اتحاد الكرة متاعنا لماذا ضعيف يا عبد الرزاق؟ لأنه ما عنده استثمارات. راهو الاستثمار علم يا عبد الرزاق، علم يدار. لو اتحاد الكرة الليبي عنده شركات راعية وعنده استثمارات ما كانش يحتاج إدارة استثمار. نعم عندهم اداره استثمار، اداره بس اداره ما عندها شيء. يعطي الدوري اللي قناه ما خدش منها فلوس وهي تابعة للحكومه، هناك واحد يبيع الحكومه هو يبيع الدوله. على العموم فيش يوريك الذكاء معناها نجي هنا يا معلش يا عبدو، انت تجيني اليوم تقولي نقول لك لو عندك استثمارات في اتحاد الكوره راك اليوم ما احتجتش للحكومه وما احتجتش لوزاره الرياضه، كنت انت تدير اللعبه اليوم بدون شروط. شنو يقول هو ديما؟ يقول احنا لو كان في اموال بنديروا برا السداس، ولو ما فيش اموال نضطر نديرها في ليبيا. بالعكس، لو عندك استثمارات انت في 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 اتحاد الكره وعندك ناس تفهم في الاستثمار كنت انت تكيف نفسك وانت اللي تفرض نفسك وانت بتدير الدوري. النقطه الاولى، نجي للنقطه الثانيه عبد الرزاق. النقطه الثانيه اللي هي الانديه، باهي انت اليوم لما تقول الانديه خليت لها حريه الاختيار، صح ولا انا غلط؟ كويس، باهي قال شريك وهي اللي حتختار بالتصويت. كيف قالوا شريك وهي اللي حتختار بالتصويت؟ باهي ليش لما الانديه تبي تدير رابطه رياضيه منعتها انت؟ انت معاش عرفنا احنا كيف نشدوا من هنا ولا من هنا؟ انت الانديه قالت تبي تدير رابطه رياضيه على اساس هم اللي بيمشوا الدوري وهم اللي بيسيطروا وهم اللي بيديروا كل شيء، وانت كان اتحاد كوره تشوف في الاخير تعتمد ام لا. كنت هنا تحملهم المسؤوليه تقول تفضلوا ديروا رابطه وسيروا الدوري، رابطه تسير الدوري الليبي. راهو اليوم انت كنت تطلع من الموضوع تقول يا جماعه الدوري ما تدوش معي، او عندكم رابطه انتم كونتها وهي تمشي في الدوري، لكن انت منعت الرابطه من تكوينها واليوم جات تبي تسيطر انت وفي الاخير قلت لا المسؤوليه عند الانديه. اذا هنا الانديه اقوى منك.